أهلا وسهلا بكم جميعا، أنا عمار من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية. اليوم سوف نتحدث عن ثاني أهم عيد صيني تقليدي، ألا وهو عيد منتصف الخريف. يأتي عيد منتصف الخريف في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد عيد الربيع، حيث أنه ذو تاريخ عريق وهو دلالة على فراغ الثقافة الصينية التقليدية. خلال عيد منتصف الخريف يتقدم الجميع بأمانيه ويتم لم شمل العائلة، حيث يرمز هذا العيد إلى الانسجام الأسري والسعادة والرفاهية. يوجد عيد منتصف الخريف العديد والعديد من العادات الشعبية الصينية التي تم توارثها عبر العصور، مثل الاستمتاع بالنظر إلى القمر وتناول الكعك الصيني المسمى بكعك القمر والاستمتاع بالنظر إلى الفوانيس الصينية والزهور. ترتبط ثقافة عيد منتصف الخريف بالقمر ارتباطاً وثيقاً، حيث يعد القمر رمزاً ثقافياً مهماً خلال عيد الربيع ورمزاً بارزاً في الثقافة الصينية. ومن قبيل الصدفة أيضاً أنه في الدول العربية يحتل القمر مكانة مهمة سواء في الحياة اليومية أو في الأعمال الأدبية، ويمثل القمر العديد من المعاني الجميلة لدينا، حيث يحب العرب تسمية لفظ القمر ومعانيه لأبنائه مثل بدر وقمر، حيث تدل هذه الأسماء على جمال الطفل كما ترتبط هذه الأسماء بمعاني الهدوء والجمال. في الدول العربية يمكن أيضاً استخدام لفظ القمر لوصف الرجال، إذ توجد بعض الأعمال الأدبية العربية التي تصف جمال الرجل بأنه وجهه مضيء كالقمر. بمناسبة حلول عيد منتصف الخريف تقدم لكم الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في مصر خالص التهاني. عيد سعيد. 中秋节快乐